soldiers are to keep an eye behind today. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. لسه صاحية؟ كنت لسه داخلة نام. تعرف لو اتأخرت يوم زيادة هيخصمولي. طب ما تاخدي أجازة. احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني ولا ايه؟ أنا عايزك تاخدي أجازة تستريحي شوية بس. بص أنا عارفة إن أنت مشغول اليومين دول ومش فاضي توديني وتجيبني كل شوية. طب يا ستي خدي أجازة وأنا أجيب لك عربية وأعلمك السواقة كمان. هتجيب لي عربية؟ أنت عاوزني أروح المكتبة بعربية عشان زمايلي يحسوا إن أنا بتنطط عليهم. تتنططي عليهم عشان بتروحي شغلك بعربية؟ أيوة طبعًا. أنت عارف تمن البنزين والصيانة والزيت أكتر من مرتبي بكتير. أمال بتروحي الشغلانة دي ليه أصلًا؟ أنا آسف معلش. أنا بس عندي قضية شغلاني اليومين دول قلبالي حياتي خالص. أنا عمري ما قلت لك إني هسيب شغلي. معلش ما تزعليش مني. ماما؟ روحي له. نبقى نكمل كلامنا بعدين. آه يا حبيبي أنا جاي. إيه اللي صحاك يا حبيبي دلوقتي؟ تعال. أسوان الو الو ممكن اكلم الباشمهندس عبود عبد البر؟ هو نايم. يا ريت لو سمحتي تصحيه قولي له النقيب طارق فيصل غلاب. خير؟ معلش في حاجه مهمه بس. طيب ثانيه واحده. الو يا باشمهندس مين معايا؟ طارق فيصل غلاب معاك. اهلا وسهلا. خير؟ معلش يا باشمهندس انا كنت هتعبك معايا بس. اتفضل. انا محتاج الباسورد بتاع الويب سايت بتاع مطار اسوان. ليه؟ محتاج اعرف كل الرحلات اللي اتعملت من شهر 2 لشهر 5 سنه 2007. ايه؟ من شهر 2 لشهر 5 2007؟ معلش محتاجها في حاجه كده. ليه؟ يعني هتاكد من حاجه بس. ماشي اشوفه. يا ريت بعد اذنك. شكرا. حمدي باشا احسن لك يبقى الموضوع مهم فعلا اكتر مما سعادتك تتخيل يا باشا. ايه احنا كانت المشكله اللي عندنا ان احنا مش عارفين نربط بين الضباط اللي اتقتلوا بعضهم. ولقيت حاجه؟ وانا براجع ملف المقدم نور الدين اكتشفت انه سنه 2007 كان موجود في اسوان في دوره تدريبيه، ولما بصيت على ملف الرائد البشوتي اكتشفت انه كان موجود في نفس الدوره التدريبيه في نفس المكان ونفس الزمان. الكلام ده برضه ينطبق على الرائد جمال وعلى المقدم صلاح عبد الحي، كلهم كانوا موجودين في نفس المكان. مش كفايه؟ لا لا لسه يا باشا لسه.
في نفس التوقيت بتاع الدورة التدريبية في أسوان كان في برضه في أسوان مؤتمر طبي عالمي عن جراحة المخ والأعصاب. دكتور النجيري كان فيه؟ معرفش لسه ما أثبتش ده، بس أنا متأكد إن لو دورت ورا الموضوع هلاقيه كان هناك. لسه برضه يا باشا في حاجات تانية. أنا شيكت على تذاكر الطيران وعلى المطار في أسوان، لقيت إن في شخص وصل أسوان في نفس التوقيت أو يعني قبلها بثلاث أيام، رجاء العاصي. ده الاسم الحركي بتاع ناجي الخليلي، استخدمه في كذا عملية ومصور باسبور بالاسم ده. بالظبط. يبقى هو الوسخ اللي ورا قتل الناس دي كلها. طب ليه؟ مش هي دي مشكلتنا يا باشا دلوقتي. أنا طبعًا معرفش هو قتلهم ليه ولا كان متورط معاهم في إيه، بس المهم دلوقتي إن إحنا بقينا متأكدين إن كل الضباط اللي كانوا في الدورة التدريبية دي في خطر، كلهم معرضين في أي وقت إن هم يتقتلوا. بقى لازم نحذرهم ونعين عليهم حراسة. أنا فعلًا معايا لستة بالأسماء، بس في حاجة تانية مهمة ساعتك لازم تعرفها. خير؟ سنة 2008 في ضابط اسمه خليل الزيني مات في حادثة عربية هو وأسرته كلها. بعد كده التحقيقات أثبتت إن الحادثة دي كانت مدبرة. ده معناه باشا إن الموضوع مش عند الضباط بس، ده أسرهم كمان في خطر. يعني اللي بيقتل ده ما بيرحمش وما بيفرقش. وأنا متأكد إن إحنا لو دورنا ورا الموضوع هنلاقي فيه حوادث كتير مشابهة. مأساة ولازم ننتهي منها في أسرع وقت. بس شغل هاير ترى. آه. في حد من الضباط دول من عندنا؟ لا يا باشا. بس هو الحقيقة في واحد إحنا نعرفه كويس أوي. مين؟